اهلا بحضراتكم من جديد. فقره اكيد مهمه جدا، فقره هنعرف فيها كواليس انا نفسي ما اعرفهاش مع اثنين من كبار الصحافه والنقد الرياضي في مصر، الاستاذ احمد درويش. برحب بيك يا استاذ احمد. برحب بيك عمر. طبعا مبروك برنامج جديد نمبر 1، برنامج عزيز وغالي. ببارك اخواتي محمد عراقي واحمد خالد وهنا عبد الصبور وكريم فضل واحمد عبد العال، وان شاء الله كده نكون ضيوف خفاف كده. ومبسوط ان مع عمرو اخويا وصاحبي، احنا 11 سنه بنشتغل مع بعض، بس اول مره نطلع مع بعض برنامج تلفزيوني. ان شاء الله مش اخر مره. برحب بيك استاذ عمرو، طبعا مشرفني منورني حبيبي عمر. انا يعني الاول انا متشرف ان انا موجود معاك ومع احمد درويش، كل زمايلي طبعا اللي احمد قال عليهم دول اخواتي، وانت طبعا انت عارف غلاوتك عندي عامله ازاي. ومبروك على البرنامج ودايما متالق حبيبي. استاذ احمد انا عايز ابدا معاك بره الصندوق، قمه 24 وكواليسها، الماتش هيتلعب ولا لا؟ طيب خلينا نقول احمد وعمر زي ما احنا متعودين بره الهوا كده يا ديش كده نبقى فاهم. قمه 24 بنسبه تقترب من 100% مفيش ماتش. تمام. عايز اقول لك على فيها واللي حصل، يعني هو الاتجاه الاقوى حتى الان ان مفيش ماتش اهلي وزمالك 24. النادي الاهلي ما كانش عنده اي مشكله في تاجيل المباراه نهائيا، لان هو شايف انه ماتش في التوقيت ده بالنسبه له زحمه قبل ماتش سان داونز، بما يحمل ماتش سان داونز من بطوله مهمه جدا جدا هي الاهم للنادي الاهلي ومجلس ادارته السنه دي. بس لما الامر تم تصعيده من جانب نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك وتهديدات بعدم اقامه المباراه او لعب المباراه، ده ودى الامور في منطقه ثانيه، فكره العند. وده اللي حصل قبل كده بالازمه الشهيره اللي ادت الى تاجيل الدوري لمده 40 يوم. تمام. فمجلس اداره الاهلي دلوقتي اصبح من المطالبين ب اقامه مباراه القمه في موعدها حفاظا على الشكل العام، عشان من الاخر كده بالبلدي، عشان ما تقالش ان رئيس نادي الزمالك هو من يدير ملف الكوره في مصر. حصل قبل كده في مواقف عديده، وكان رئيس نادي الزمالك له الكلمه العليا في بعض الامور. بس دلوقتي يا كابتن احمد الموضوع او يا احمد عشان ما تزعلش مني، الموضوع انت بتتكلم في بطوله افريقيا، سان داونز والترجي الفرقتين عايزين برضو يريحوا شويه. ما هو انا بقول لحضرتك ايه عشان ابقى واضح، النادي الاهلي كان لا يمانع في تاجيل المباراه حتى خرجت تصريحات رئيس نادي الزمالك الاخيره بانه مش هيلعب المباراه، وبالتالي حط النادي الاهلي ومجلس ادارته في موقف محرج، واتحاد الكره في موقف محرج. لما يتم تاجيل مباراه هيقول لك يطلع يقول لك رئيس نادي الزمالك طالما قال كالعاده يبقى مفيش مباراه. النادي الاهلي متحفظ على فكره التاجيل، مع انه فنيا هي بالنسبه له وبالجهاز الفني واللاعبين التاجيل هو الافضل، ولكن ما اعلمه من الكواليس ان هناك اتجاه قوي جدا 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 بنسبه كبيره تصل الى 100%، مش اكتر من كده، المفروض اقول لك 70 و80 والجو ده، بس اقول لك 100% مفيش مباراه قمه. بس انا ممكن اقول لك حاجه، خصوصا ان نادي الزمالك حط عقده كمان في المنشار العام انه خلى موعد العوده يوم 22. فاصبح من المستحيل ان يعود الزمالك الى مصر يوم 22 ويلعب مباراه يوم 24، ده طبعا مش هيحصل ومستحيل. فانا بقول معلوماتي وما اعلمه من مصادر اثق فيها جدا ان المباراه، خد بالك على ارض الواقع حتى هذه اللحظه يا عم، الموافقات الامنيه للمباراه يوم 24 كما هي على ملعب القاهرة كما هي، لم يتم أي جديد، ولكن في الكواليس وما يطبخ داخل الغرف المخلقة أن الاتجاه الأقوى هو عدم إقامة المباراة في موعدها وتأجيلها وترحيلها فيما بعد. هي المصلحة العليا فين؟ المصلحة العليا تقتضي أن المباراة دي أصلا كان لابد من سواء للأهلي أو للزمالك عدم وجود المباراه في التوقيت ده، بس خلاص كده. فكره بقى ان رئيس نادي الزمالك هيطلع يتقال ان رئيس نادي الزمالك انتصر، لا هي دي ما فيهاش انتصار، لا ما هو اللعب على وتر الاهلي والزمالك، ما هو اللعب على وتر الجماهير في قضايا زي ديت بتعمل بطوله البعض بيراها بطوله زائفه والبعض يراها بطوله مش عارف استعراض على ما حدش بيضحك عليه دلوقتي يا دكتور. لا خد بالك بس عشان طب انا عايز اسالكم سؤال تاني، ممكن يكون البعض لسه ما اكتشفش الموضوع ده. دلوقتي الاهلي عنده ماتش يوم 29 والزمالك عنده ماتش يوم 28. طيب الاهلي والزمالك على استاد القاهره، تمام، لوائح الاتحاد الافريقي بتسمح التمرين اللي قبل اليوم، ايه اللي هيحصل عشان بس نوضح للساده المشاهدين ان سان داونز مفروض هيتمرن يوم 28 قبل المباراه بيوم على ملعب استاد القاهره اللي هتتلعب عليه المباراه. 28 الزمالك عنده مباراه مع الترجي، ايه اللي هيحصل؟ الميعاد يعني عشان المشكله دي تتحل، الميعاد ميعاد الماتش يترحل.
ماتش الزمالك يتلعب زي ما هو الساعه 7، ماتش الاهلي يتلعب 5، يتلعب 9، فهيبقى في وقت يقدر الترجي. هتبقى ازمه الكاف يتحط فيها ولا اتحاد الكوره يتحط فيها؟ لا، هي الكاف، اتحاد الكوره ملوش علاقه. دي لوائح الاتحاد الافريقي، ما اتحاد الكوره ملوش علاقه بالموضوع خالص. فهي حلها ان يطلب يتقدم طلب للاتحاد الافريقي ان يتقدم او يتاخر موعد مباراه الاهلي. هتتحل الازمه، تتحل، هيتمرن في نفس الميعاد. مش ممكن فريق من الفريقين يتنقل لهم ماتشهم في استاد تاني علشان الازمه تتحل؟ لو برضو ده وارد، بس طبعا هنخش برضو في لسه نفس، لسه مفيش معلومات لسه، بس برضو هنخش في نفس القصه ان اللوائح انك لازم تبلغ الاتحاد الافريقي قبل المده المعينه اللي هي اسبوعين 15 يوم عشان انت تنقل المباراه. هنخش في نفس القصه.